السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السؤال ده مكرر يا عبد الرحمن، كل هذه سبيلي له عدة أيام. نعم. لو يعني صلة الأرحام هل تجب على الخولة لولاد خالتها لولاد أختها؟ صلة الأرحام تجب قدر الاستطاعة، قدر الجهد والاستطاعة. لو ما فيش قطيعة لكن يصعب التواصل، إن شاء الله ما فيش قطيعة بإذن الله. ولو بالهاتف، ولو بالهاتف كلمي ولاد أختك بالهاتف. السلام عليكم، شكرا لكم.